أنا أحبها كما قرأ الأخ محمد. هذه الآية في سورة الممتحنة: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. الآن الله عز وجل يبين أنه ينبغي على المؤمن أنه ما ييأس من هداية حتى يعني حتى يعني من صار منهم عداوة ويعني حاولوا النيل من المؤمنين، مع ذلك لا تيأس من هدايتهم للإسلام. سبحان الله العظيم. من اللي بيجيب لنا شاهد من مثلا واحد كان في معركة في وقت النبي عليه السلام ضد المسلمين، ثم بعد فترة من الزمن تخيل يعني من عدو لله ورسوله وللمؤمنين إلى واحد من يعني أولياء الله عز وجل، وممن يعني شهد لهم بالبنان في خدمة الإسلام وتأسيس يعني قواعد هذا الدين العظيم في هذه المعمورة. من يذكر مثال؟ ها، من يستطيع أن يذكر مثال؟ في أحد يستطيع أن يذكر مثال يا أخواني؟ واحد كان في معركة ضد المسلمين عدو من أعداء الله، ثم بعد فترة يصبح ولي من أولياء الله ويناصر الدين ويفدي يعني الرسول عليه السلام بكل ما يستطيع. خالد بن الوليد رضي الله عنه. أحسنت، خالد بن الوليد هو سيف الله المسلول. شوف سبحان الله، فقد كان في أحد زعيم المشركين ذاك تلك المعركة، هو اللي يعني جاء بتلك الخطة. يعني هو خالد بن الوليد عبقري جدا رضي الله عنه وأرضاه. ثم سبحان الله شرح الله صدره للإسلام وللإيمان. سبحان الله العظيم. وفي غير كثير، معاوية، أبي سفيان، وغيرهم وغير في يعني لو جينا نشوف يعني في التاريخ سنجد، اللهم صل على محمد، سنجد قصص وعبر يعني في هذا، سنجد قصص وعبر في هذا. فالشاهد أن الإنسان حقيقة ينبغي أنه ما ييأس، يعني ما ييأس من هداية الناس، لا ييأس أبدا. الله المستعان. طيب يلا استعينوا بالله. تفضل يا أخوي محمد. طيب.